السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذه معكم نسرين من قناه نسرين نصاديلا. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساش انك تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. المهم اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوني دائما في منبه لكم كاينه في هذا الكوا، هذا عرفوا انني غادي نحكي لكم قصص. ولكن هذه المره هذه ما غاداش نحكي لكم شي قصه، غادي نمشي نقلب عليها انا وغنجي نسردها عليكم. وانما الا كنتو شفتوا الفيديو اللي فات قلت لكم اي واحد منكم عنده شي حاجه وقعت ليه اكتبها لي في التعاليق، وهكا انا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعاودها لكم. وبالطبع كانوا بعض التعاليق صراحه تعاليق قلال، ولكن قلت نعاودهم لكم حيت ديجا وعدتكم انني غادي نعاود لكم داكشي اللي وقع للمتابعين ديالي. داكشي علاش قلت غادي نديرو ستوري تايم وغادي نعاود لكم بعض الحوايج اللي وقعوا لشي ناس كتبوا عليا في التعاليق. ومن هذا المنبر كنقول لهم تحيه لكم خاصه من هنايا. المهم خلينا نبداو، غادي نبدا باول تعليق. على بركه الله، هنا عندنا سكينه مرابي قالت لي اختي انا سميتني سكينه، بغيت نعاود واحد النهار مشيت عند جده نبات عندها وحداهم واحد الدار مهجورة وكيقولوا عليها مسكونة. انا كنت نعسة شوية نض حشكل طواليت حزك الله، وهو انا نسمع حشكل طواليت وهو انا نسمع مهم فهمتش، وانا نسمع تقرقيب في الكوزينة، وانا كان كيسحبني جدا اللي ناضت الكوزينة. جيت نطل وهو يبان لي الظل ديال شي مرا واقفة، شعلت الضوء ما لقيت حتى واحد، صدمت وحشاك كنت غنبول بحوايجي والله، حتى بان لي الظل ديال مرا واقفة ناري. دابا كنعاود تفكر داك الشيء الموت ديال الخلعة. صراحة هادي قالت لكم ان شي نهار مشات تبات عند جدها وشافت الظل ديال شي مرا في الكوزينة، وقالت لك فاش مشى كيسحبها جده فاش مشات تشوف لقاتها ماشي جده. صراحه الله يكون لك في العمر اختي، كنت انا بلاصتك غندير نفس الشيء، غتكون الرياكشن ديالي نفس داكشي اللي درتي نتيا. المهم غادي ندوزو للشخص الثاني. قال لك السلام عليكم، انا سميتي فؤاد اليوم بغا يقول اليوم غادي نعاود قصتي. واحد النهار بالليل كنت مازال فايق باقي ما نعشتش بحكم كنت كنبقى خدام في البيسي الليل كامل، قلت نوض نجمع بيتي. لا خويا الله بغيت نوض نجمع البيت في الليل نجمع بيتي. بديت كنجمع البيت شويه بانوا ليا شي سبرديلات مسخين وقلت نوض نغسلهم، وفاش نط هزيت وحده بديت كنغسل فيها في الطواليت تقلب عليها. شويه الضو طفى ليا بوحده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا خفت وقلت نوض في حالي شي حاجه ماشي هي هذيك. شويه كنسمع تنفس ديال شي واحد جالس حدا راسي، بسم الله الرحمن الرحيم اش كيخلع، بدينا اللي مسكي. بقيت كنقرا ايه الكرسي وخفت نض كنجري الضو خليته شاعل. هذه كانت صدمه ليا، ومن تما عمرني نط نصبن شي حاجه بالليل ولا نجمع بيتي. اقولوا لي واش كاين شي حد كيصبن بالليل؟ ورا انت كتقلب عليها. كنتمنى تدوزي قصتي في الفيديو وشكرا لك اختي. العفو. واخويا كنقول لك بصلك الله يخليك لك في العوان، المره الجايه ما تبقاش تصبن السبرديلات في الليل. المهم انا درت لكم لي لايك لهاد الكومونتير هادو. غندوزو القصه. سلام اختي الفاضله، انا من متتبعيك الاوفياء، شكرا اخويا لي الشرف، أحبك في الله وأنا من مدمني قصص الرعب، إن تفضلتي مشكورة وسردتي لنا هذه القصة التي وقعت لي. تبارك الله تبارك الله، القصة طويلة. المهم قال لك واحد نهار من أيام الله كنت كنقرا في السابعة أي في الأولى إعدادي، الوالدة ديالي كانت مسافرة حيت جداتي كانت مريضة. شوية المهم كنت أنا الاخ ديالي والوالد اللي كاينين في الدار، الوالده قبل ما تمشي وصات واحد صاحبتها. المهم اللي فهمنا حتى دابا انك كنتي انت والاخ ديالك والاب ديالك، وماما كانت مسافره. المهم وصات واحد صاحبتها قالت لها مره ردي البال لولادي غاديين يبقاو يجيو عندك وانت تكلفي بهم بحكم انها كانت صديقتها المفضله. دازت الايام الاولى عادي. المهم واحد اليوم كنت قاري في العشيه وكانت ديك الصديقه ديال الوالده قالت لينا الا ساليتوا الحصص ديالكم
اجي وديرو عندي الكاسكروت. خرجت من الاعداديه مع 6 مساء ويلاه بدا الاذان ديال المغرب. كنت قرب باب العماره فين ساكنه ديك المراه. بديت طالع مع الدروج واحد شويه، كنحس بحال الا شي حاجه واقفه امامي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الحائط، شي حاجه واقفه امامي مثل الحائط، ما خلاتنيش ندوز والو. انا في الاول ما استوعبتش الامر حتى دازت 30 ثانيه. قال لك انه كان طالع في الدروج عند الدار ديال الصديقه ديال الام ديالو، وشي حاجه حابسه وسط من الدروج. انا ما فهمت زعما شي حاجه، المهم قال لك بحال شي حيط حابسه. قال لك دازت 30 ثانيه عاد رجعت كنجري بالجهد، ما وقفت حتى للدار. اخويا بازلك بقيت كنفكر اش وقع في ديك اللحظه. بديت كنعطي اعذار وكنقول بلي بناو شي حيط، بناو الحيط وسط من الدروج. خليت داك الشيء صراحه المهم نحبس صراحه. فاش كتوقع لك شي حاجه بحال هكا في شكل يعني ما مالفش بيها، كتحاول عقلك كيحاول يعطي اعذار، يعني الا كتقول لا لا غير داكشي غير تخيلت داكشي ما كاينش، ولكن في الواقع داكشي راه كاين. غير كيحاول عقلك انه ما يخوفكش. قال لك كنقول بلي بناو شي حيط، خليت داكشي حتى اليوم التالي ومشيت في الصباح باش نتاكد. وهنا كانت اكبر صدمه، ما لقيت والو، طلعت عادي والزغب ديال الجسد ديالي وقف. بصح فاش بسم الله الرحمن الرحيم، فاش كتشوف شي حاجه من العالم الاخر، قال لك من علامات انه بصح نيت كاين اللي من العالم الاخر حداك او لا شفتيه. قال لك الزغب ديال ايديك ولا ديال شعرك قال لك كيوقف والحمى كيطبوش عليك، المهم هادشي اللي قالوا الله اعلم. ما لقيت والو، طلعت عادي والزغب ديال الجسد ديالي وقف. المهم الجن موجود، اقسم برب الكعبه انه موجود. اتمنى اختي ان تسردي قصتي، والله ولي التوفيق والنجاح، شكرا اخي. صراحه هادشي اللي وقع لك جاني بشكل، ولكن احسن عوانك، نقول لك احسن عوانك صراحه، ما نبغيش نتخيل انني نحط داك الموقف. المهم غندوزو للقصه الرابعه، جوبونس. المهم السلام عليكم، انا متتبع ديالك وكيعجبني هذاك الشيء اللي كدير. واحد اللي كديري واحد النهار بنتي ليلى كانت جايه من السوايع شويه وهو يتبعها واحد الراجل ما عرف شكون، بقات غادة وهي خايف، اخويا خايف وهي خايفه، وهو تابعها وتيشوف فيها بنظرات خايبين. شويه بدات كتجري، هذا باغي يختفاها بدات كتجري، وحتى هو زاد جرب الخطوات ها اللي قلنا الخطوات ديالو. والبنت مسكينه خايفه شويه، البنت دارت وما لقاتش حتى واحد موراها. ورجعت كتجري للدار، ومن ثم عمرو بان ليها مازال. والغريب في الامر ان داك السيد شنو كان باغي من البنت، وعلاش كان تابعها في الاول شويه غبر، وعلاش كان تابعها في الاول شويه غبر صراحه ما عرفتش، ولكن كنظن انه كان باغي يخطفها شويه، بان لي شي حد اخر خارج ولا الجيران ولا هذا، وربنا هادشي اللي قلت الله اعلم. انا عارفه ان هذه القصه ما عندها حتى علاقه بالرعب والجن، ولكن بغيت نعاودها لكم، كنتمنى تقريها على الناس. انا قريتها وكيف قلت لك كنظن ان هذاك غير باغي يخطف ديك البنت بنتك، وفاش شاف الناس هرب زقلات لي. المهم غندوزو للقصه الخامسه وقيله ولا السادسه، المهم هذه اخر قصه ثلاثي وقيله هذه اخر قصه هذه قريتها وقيله هذه اخر قصه صراحه ما عرفتش. المهم انا واحد النهار كنت عند خالتي حيت يالله جات من هولندا، وكنت ديك الساعه في عمري 14 سنه، وهي متدينه شويه، متدينه زعما ما عندها معدين بزاف، متدينه شويه. قالت لي غنفيقك الفجر تصلي، وانا صافي نعست شويه كنسمعها كتعيط لي نوض تصلي، حيت بيتها مقابل معايا وكنسمعها كتعيط لي من بيتها. انا توضيت، وانا فاش كنتوضى بانت لي واقفه حدايا خالتي كتشوف فيا. قلت ليها راه توضيت خنزرات فيا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذيك بلا ما نقول شكون. وانا المهم سمحوا لي راه طاحت لي الاناره.
نكملوا. قال وانا فاش كنتوضى بانت ليا واقفه حدايا خالتي كتشوف فيا، قلت ليها راه توضيت، خنزرات فيا ومشات لبيتها، تبعتها كنجري لقيت خالتي نعسة. المهم غيقول انه لقى خالتو نعسة في بيتها، بقيت كنفيقها، قلت ليها مالك رجعتي تنعسي؟ قالت ليا انا باقي كاع ما فقت. قلت ليها وعلاش فيقتيني؟ قالت ليا انا ما فيقتكش. قال ليها ولكن كنتي كتعيطي ليا وجيتي عندي فاش كنت كنتوضى. قالت ليا راه كنتي كتحلم، وراه بصح نيت كنتي كتحلم، انا مازال ما فقتش حيت الفجر باقي ما ودنش. ليكو انا خفت ومشيت كنجري عند ماما، نعست حداها ما عرفتش شكون ديك المراه. بسم الله الرحمن الرحيم، هاد كاع شق نديش. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم هادو هما القصص، باقي وقيله وحده اخرى، باقي واحد القصه مازال حيت ما كانوش صراحه بزاف. المهم غنعاود مازال هادي وصافي وقيله. المهم رشيد اكريكتي قال لك السلام، اليوم غادي نقول لك القصه اللي وقعت لي مني كنت صغير، عندي تقريبا 10 سنوات. يلاه جيت من المدرسه، مني جيت مشيت جلست نتفرج في واحد المسلسل، ولكن تفكرت بلي خويا والاب ديالي خرجوا، كنت بوحدي في الدار وبديت كنعيط على ماما شويه. انا نسمع نعم نعم، انا ملي طلعت ما لقيت حتى حد. بصراحه القضيه هذه كتوقع، وانا نيت واحد الشخص من العائله ديالنا. مهم نخرج شويه على الموضوع، نفس الموضوع ولكن نخرج على قصه. قالت لك بنت، هي قالت لك انها كانت في الدار وشويه شافت امها، ما كانتش في الدار كاينه غير هي امها، وشويه شافت امها دازت من الكوزينه لجهه الصاله. قالت لك وتبعتها، فاش ديتها كنشوف قالت لك ما لقيت حتى حد، عاد استوعبت ان ماما اصلا ما كاينش معايا في الدار. صراحه هذا الشيء كيوقع، وفاش كيجي حد اخر كيعاود لينا ما كنصدقوش، كنقول لا غير كنت كتهلوس. المهم نكملوا شويه، انا نسمع نعام نعام، انا ملي طلعت ما لقيت حد شويه، وانا نعيط في التليفون ليها، قالت لي انها كاينه عند الطبيب، عندها رونديفو. صدمت وقلت بلي ما كاين حتى حد، شكون اللي عيط ليا؟ واش من جن؟ الله اعلم. كيف قلت لكم بطبيعه الحال هذا الشيء كيوقع، وبزاف ديال الناس فاش كيوقع لهم هذا الشيء وكيجيو كيقولوا لنا راه شفت فلان ولا شفت، ما كنتيقوش هو راه بصح نيت ماشي داك فلان، ولكن هذوك اللي من العالم اخر كيتلبسوا داك الانسان. المهم هذه هي القصه ديالنا، هادو هما القصص ديالنا، ولفت ديال القصه ديالنا، هادو هما القصص اللي صراحه جاوني اليوم. كنتمنى يعجبوكم، وكنتمنى انكم تشجعوني باللايك ديالكم وبالكومونتير الزوينه ديالكم، وتهلاو في ريوسكم. السلام عليكم.